تعرفوا على كريم، هو موظف مثلي ومثلك. أصيب كريم بزكام ولكنه ذهب إلى العمل، فلمس بيديه لوحة مفاتيح الحاسوب والهاتف وماكينة الطباعة. ثم اجتمع كريم ببعض العملاء وقام بمصافحتهم. مصافحة كريم للزملاء قد تنشر الزكام لهم وللآخرين وفي كل أنحاء المكتب. كيف يمكننا الحد من انتشار نقل هذا الزكام وجعل مكان العمل أكثر صحة؟ كل شيء يبدأ بخطوة. من الطبيعي أن نصاب بأمراض طفيفة بين الحين والآخر، ولكن يمكننا تفادي 72% من هذه الأمراض باتباع عادات صحية بسيطة. لجعل مكان العمل أكثر صحة، نسبة 20-40% من الموظفين يحتاجون إلى تغيير عاداتهم الصحية للحد من انتقال الأمراض. وقد أثبتت دراساتنا أن 30% من الموظفين لديهم وعي مسبق حول النظافة الصحية. لنقل بأن كريم ينتمي لفئة 30% من الموظفين، فلنوفر له الوسائل اللازمة في الأماكن الأساسية لنساعده على ممارسة العادات الصحية في حياته اليومية. وبإمكان كريم الآن أن يتفادى الأمراض الطفيفة ويتمتع بصحة جيدة في المكتب وفي المنزل أيضا. والآن كريم وزملائه المدركين لأهمية العادات الصحية السليمة سيؤثرون على ثلث آخر من زملائهم، وبذلك سيصبح ثلثي الموظفين في مكان العمل يمارسون هذه العادات الصحية السليمة. وهكذا تنتشر العادات الصحية في كل أنحاء العمل بخطوات صحية بسيطة. قد ساعدنا كريم المحافظة على صحته وتحويل محيط عمله إلى مكان أكثر صحة، بما يشعره بالسعادة والنشاط ويكون أكثر حيوية. اهتمام مدير العمل بتوفير مكان صحي سيؤدي إلى موظفين أكثر سعادة ونشاط، وسينعكس إيجاباً على أداء العمل، وقد يساعدهم أن يتمتعوا بصحة وحيوية خارج العمل. في شركة كامبري كلارك، من خلال خبراتنا وأبحاثنا المكثفة، توصلنا للعديد من الإرشادات الصحية. اسمح لنا أن نضع بين يديك الخطوات الصحية البسيطة لجعل مكان عملك أكثر صحة. برعاية كلينكس.